مصر دينا التباع. طبعا دينا التباع صاحبة الميدالية البرونزية كانت قد سجلت 3 متر و30 سنتيمتر، المركز الثالث في الترتيب العام على مستوى هذه المنافسة، منافسة القفز بالزانة للسيدات. وهناك الميدالية الفضية للتونسية دورة محفوظي التي فازت بالميدالية الفضية على مستوى القفز بالزانة، اجتازت 3 متر و65 سنتيمتر، المركز الثاني في الترتيب العام على مستوى هذا اللون من ألوان التخصص الصعب، تخصص القفز بالزانة للسيدات. إذن هناك سنكون مع صاحبة الميدالية الذهبية نسرين دينار من المغرب التي اجتازت ارتفاع 3 متر و91 سنتيمتر واحتلت المركز الأول وفازت بالميدالية الذهبية على مستوى هذا السباق. الآن سنستمع للنشيد الوطني للمملكة المغربية. السيدات والسادة، السلام الوطني للمغرب.